السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي. طيب اتفضل. عندنا دلوقتي حميدة على رأي حمير القريشي ترفث أمام المعصوم، تتكلم بكلام فاحش أمام المعصوم، حتى أن الكلام الفاحش طال كمان المقعد والأرجل، أرجل المرأة والنخاس وحاجات كلام كتير يعني. اتفضل. يعني هو شيني اكو، يعني ما فاهم انا شيني اكو قرايه شي اقعد عليه. ايوه، هو بص انا هفهمك بالراحه. امير القريش اتى بروايه لام المؤمنين عائشه وتكلم عليها كلام ما له داعي، فنفس الكلام اللي اتكلمه على ام المؤمنين عائشه بسبب روايه ام المؤمنين عائشه موجود افظع منه لحميده اللي هي زوجه الامام جعفر عندكم. فهل يا عم سيتكلم في حميده كما تكلم في عائشه ام لا؟ والله ما أعرف، يعني هو طيب الراجل ده بيهدم لكم الدين كده من خلال الأطروحات الهبلة اللي بيعملها. أنا أصلا متبقى من عندي. أنت بتتبرأ منه؟ نعم متبقى من عندي. طب والله كويس، أدينا 3 شيعة تبرأوا من حمير، شكرا ليك. شكرا شكرا. نعم.